أخونا بارك الله فيه، يعني بقول لك سيأتي المهدي لما المأتي يجي، وأنا بدي تسمح لي أن أنا بمثل للناس في وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أذيك ولا أذي نفسك، شكر الله لك. الناس بنتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا لا مش محمد بن عبد الله، لا لا مش محمد بن عبد الله، مهدي أبدا. بالعكس التابعين أعلم مني ومنك، ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين، كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد. الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه. فإله أي أسم إلا محمد، فإله أي أسم إلا محمد، فإله أي أسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الأسم مواطئة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظره، ننتظر منه ماذا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هدى، فإذا حقيقة نريد المهدي، هاي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي؟ قال الله، قال رسوله. فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه، أن تعصوه، أن تعصوه.